للمتابعة ينضم إلينا من بروكسل سلامة عطلة مراسل الغد. سلامة، ربما كان اتصال إيمانويل ماكرون مع ترامب آخر محاولة أوروبية لإقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. هل هنا نستطيع القول أن الأوروبيون قد فشلوا في إقناع ترامب بعدم الانسحاب بعد أن بدأت مؤشرات الانسحاب الأمريكي بالظهور؟ واضح بأن الدبلوماسية الأوروبية والتي كانت على أعلى المستويات كما قالت اليوم المتحدثة باسم موغريني قد أخفقت فعلا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط ربما بثني واشنطن عن قرار الانسحاب من الاتفاقية، وإنما أيضا عن ما يمكن أن تقدمه واشنطن لإدارة الأمور ما بعد الأزمة. هناك مصالح أوروبية موجودة على الأرض، وبالتالي يحاول الأوروبيون أن يحموا مصالح الشركات التي استثمرت بناء على اليقين الأوروبي بأن العقوبات عن إيران على إيران سترفع إلى أمد بعيد ما دامت إيران ملتزمة بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تخصيب اليورانيوم والمحاولة محاولة إنتاج قنبلة نووية. وبالتالي الأوروبيون إلى حد ما مصدومين، يحاولون أن يتداركوا أن يديروا هذه الأزمة، وربما أن يكيفوا أنفسهم لما بعد هذا القرار الذي طيب، سيغير كثيرا في المنطقة، وهو الذي هل من تسريبات عن ذلك؟ كيف سيديرون هذا الفشل؟ حتى هذه اللحظة اليوم في اللحظات الأخيرة فقط ربما تأكد بعد اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس الفرنسي ويعني قوله بأنه سينسحب، فعلا هذا اليقين الآن يمكن أن ينقل الأوروبيين لمناقشة سيناريوهات ما بعد، مع ضرورة الاحتفاظ بالمصالح أو ببعضها على الأقل داخل إيران. الأوروبيون في ورطة، ولكن ماذا عساهم فاعلون؟ كذلك كما فعلوا ربما في أزمة القدس، وحينما قرر الرئيس ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس رفضوا في البداية ولكنهم لم يعطلوا، وكما قال لهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري الذي يحتفى به في مدينة ميلانو الإيطالية بأن على أوروبا أن تؤمن نفسها. اليوم رد عليه ترامب ردا يعني له معاني كثيرة ربما في السياسة، أن كيري لا يمكنه التغلب على حقيقة أنه امتلك الفرصة يوما ما وأضاعها، ووجه له نداء بألا يتدخل في السياسة الخارجية وفي الدبلوماسية لأن ذلك يؤذي بلاده. هذا يعني أيضا أن ترامب غاضب من محاولات أوروبية للتعامل مع بعض الدوائر داخل الإدارة الأمريكية السابقة أو الراهنة، أو التعامل مع ترامب على أنه حالة فردية. اليوم يقنعهم أيضا مرة أخرى بأن ترامب يمثل إدارة وعليكم التعامل مع الإدارة. نعم، سلام عطلة مراسل الغد، كنت معنا بروكسل، شكرا جزيلا لك.